أهلا بكم. أسست جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بالاشتراك مع إسلاميين آخرين حزبا سياسيا جديدا من المنتظر أن يكون طرفا بارزا في الانتخابات التي تعرفها البلاد في يونيو المقبل. ويرى محللون سياسيون أن بإمكان إخوان ليبيا تحقيق نفس النتائج التي حققتها الأحزاب الإسلامية المحسوبة على الإخوان المسلمين في تونس ومصر والمغرب. أما عن إخوان الجزائر فستخوض ثلاثة أحزاب وهي حمص والإصلاح والنهضة، ستخوض انتخابات مايو المقبل بقائمة موحدة، غير أن زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله نأى بنفسه عن هذا التكتل الإسلامي واعتبره تكتل أحزاب معروفة بانبطاحها أمام السلطة كما قال. من جهتها ستخوض جبهة التغيير المنشقة عن حركة حمص الانتخابات بعيدا عن ذلك التكتل. وكان رئيس حركة حمص أبو جرى سلطاني أثار جدلا عندما هنأ رئيس جبهة التغيير بعباءة الإخوان المسلمين في الجزائر كما قال. في حلقة اليوم إذن من الحدث المغاربي نقف عند هذا العنوان الكبير: الإخوان المسلمون في المنطقة المغاربية، قراءة في ما وراء التسميات والعناوين. أهلا بكم لمناقشة هذا الموضوع. إذن معنا في الاستوديو عادل حمدي، محرر الشؤون العربية في وكالة قدس برس. عادل حمدي مرحبا بك. إخوان ليبيا يؤسسون حزبا جديدا بالتعاون وبالاشتراك مع إسلاميين آخرين، توقعات من الآن بأنهم سيكونون لاعبا كبيرا في الانتخابات المقبلة في ليبيا، هل تتفق مع هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لابد من الإشارة أولا إلى نقطة مهمة في مقدمة أشرت إلى تصاعد أو يعني نمو التيار الإسلامي في مختلف الدول المغربية وحيازته على المراتب الأولى. لابد من إشارة إلى أن التيار الإسلامي في دول المغرب العربي هو تيار أصيل، ليس تيارا دخيلا، هو ابن المنطقة المغربية وهو جزء من الحركة الوطنية التي قادت نضالات التونسيين والجزائريين والمغاربة والليبيين ضد الاستعبار الذي جثم على صدور المنطقة المغربية لعقود طويلة ولقرون طويلة في القرن الماضي وفي أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. الذي جرى الآن في تونس مثلا وفي المغرب وربما في الجزائر وأيضا في ليبيا هو أن الأمور تتجه في تطور طبيعي، في نسق طبيعي، أن الشعوب منسجمة مع ذاتها وأنها تختار من بينها من يحكمها. هذه أول مرة في التاريخ العربي المعاصر يتاح فيها للشعوب العربية أن تختار، وعندما أتيح للجزائريين مثلا أن يختاروا عام 89 اختاروا الأقرب إلى 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 هوى الجزائريين وإلى طبيعة الجزائريين وهي الطبيعة الإسلامية. عندما تحررت الجزائر عام 62 قال الجزائريون، رفعوا شعارات معروفة وشهيرة ويغنيها كل جزائريين اليوم: يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. أيضا في ليبيا عندما تم تأسيس الدولة الحديثة هي أسست أصلا على مفاهيم دينية وعلى مفاهيم صوفية. دوريس نوسية بالمناسبة الذي أسسها هو مواطن جزائري كان يعيش في وهران وذهب إلى السعودية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وعندما عاد أقام في بنغازي وأسس الدولة السنوسية التي بعدها انقلب عليها العقيد معمر القذافي رحمه الله. الذي أقوله الآن بأن تأسيس حزب العدالة والبناء البارحة بالتحالف بين تيار الإخوان المسلمين وعدد من الشخصيات السياسية الليبية، بالمناسبة في ليبيا الليبيون لا يحبذون كثيرا الحديث عن الإخوان المسلمين لأنه لا يوجد أصلا هذه التسمية وهم كلهم مسلمون. الليبيون في غالبيتهم كلهم مسلمون، حتى القذافي لما حكم لم يستهدف الإسلام ولم يستأصل الإسلام. طيب، ولكن هناك من يرى، ربما أنت تقودنا إلى كلام نركز على ليبيا لنأتي إلى موضوع إشكالية حتى في التسمية، هم يصرون على اسم إخوان المسلمين وهناك من يرى أنه في هذا إقصاء، أنه كل المسلمين إخوان، ولماذا هذا التيار، هذه الحركة تسمي نفسها إخوان المسلمين في ليبيا؟ هناك من يصر، هناك تيار اسمه الإخوان المسلمين، حتى القذافي تحاور معهم، تفاوض معهم، أطلق عدد من قياداتهم قبل سنوات قليلة، قبل الثورة الليبية فقط يعني. هناك الوكالات، وكالات الأنباء، ربما بعض الليبيين ينؤون
لا يحبون استعمال هذا المصطلح، ولكن هناك تيار اسمه الإخوان المسلمين موجودون في ليبيا ويسمون أنفسهم الإخوان المسلمين. يعني أنا عندما موجودين من 49 يعني حتى قبل سنوات. لا أنا عندما تحدثت عن الإخوان المسلمين الليبيون لا يحبذون ذلك، وإنما كنت أعتقد حتى قيادات الإخوان المسلمين أنفسهم يقولون بأنهم هم أبناء الشعب الليبي، وأن الإخوان المسلمين هو تسمية وأنها ربما امتداد لحركة استطاعت أن تجدد أو أن تحيي الفكر الديني في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي يعني حركة الإخوان المسلمين في مصر الحركة الأم. هم يتشبثون بهذه التسمية لهذا المعنى الرمزي لا أكثر ولا أقل، وإلا فالليبيون هم مسلمون وهم عريقو الإسلام ويتحدثون، وعندما تتحدث إلى بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين الليبيين والقراء الليبيين تجد بأنهم يعني خبيرون بالفكر الإسلامي وبالفقه الإسلامي، بل إن علاقتهم بالفقه الإسلامي في ليبيا أكثر من علاقة قيادات إسلامية كبيرة في الجزائر أو في تونس أو في المغرب. للقرب الجغرافي ربما. لا, لا 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 ليس كذلك. هؤلاء الناس تربوا على حفظ القرآن وتربوا في الزوايا، وهي تربية عقائدية أنت كنت تصر على أن الحركات الإسلامية أصيلة في المنطقة. هناك من يرى بأنه الإخوان المسلمين تيار مستورد في المنطقة المغاربية، يعني استورد من مصر، استورد من تيار ولد في مصر. اللهم يعني لا هناك اختلاف، من يرى مثلا في الجزائر كان هناك إصرار مثلا تيار اسمه الجزائر، حتى إخوان الجزائر عبد الله جاب الله سنأتي إلى ذلك له فكرة يرى بأنه هو إخواني ولكن بصبغة محلية بصبغة جزائرية. كان هناك في الثمانينات نقاش كبير بين الراحل الشيخ نحنح وعبد الله جاب الله حول إخوانية الحركة، وهل يجب أن تكون عالمية يعني موالاة أو تكون فرع للإخوان المسلمين للتيار العالمي أو للإخوان المسلمين عالميا، أم يجب أن تكون هناك خصوصية جزائرية في هذا الموضوع؟ هل تتفق مع من يرون بأن الإخوان المسلمين يعني إلى جانب إشكالية التسمية هناك من يصر في المنطقة المغاربية ليس تيارا يعني لا أقول أصيلا ولكن ربما فكرة مستوردة من مصر، يعني ليست وليدة ربما تراكمات اجتهادات من المنطقة، ليست لم تخرج من الزيتونة مثلا أو من القيروان أو من قسنطينة أو يعني لو سألتك مثلا عما تقصده بالإخوان المسلمين، مثلا لو سألتك ماذا تقصد بالإخوان المسلمين، من هم الإخوان المسلمين؟ الحركة التي أسسها حسن البنا. نعم الإخوان المسلمون هم إذن هم تيار سياسي، تيار فكري يؤمن بأن الإسلام يمكن أن يشكل مرجعية للعمل السياسي وللحياة العامة، ويعتقدون بأنه الفصل بين الديني وبين الدين والسياسي هو غير وارد، وأنه الحديث عن أن الدين له مجاله والسياسة لهم جلوة هذا حديث وهمي وحديث فيه كثير من الافتعال، ويقولون بأنه يمكن الاقتداء أو الاهتداء بالتعاليم الإسلامية في صياغة مجتمع مستقر وآمن وعلاقات سياسية تقوم على الحريات وعلى العدل وعلى الوفاق. هذه هي الأفكار العامة لتيار الإخوان المسلمين. هل هذه الأفكار عندما يتبناها الشيخ محفوظ النحنا رحمه الله، أو أن الشيخ عبد الله جبل كما ذكرت الآن هو يقول بأنه هو أول من روج لفكر الإخوان المسلمين ولمبادئ الإخوان المسلمين الأساسية التي روج لها سيد قطب في حسن البنا في الجزائر، هل نقول أن عبد الله جبل مثلا مستعار وأتينا به من مصر لكي يعيش في الجزائر؟ هل يمكن نقول مثلا أنه هذا الكتب تبع الإخوان المسلمين تبع ليبيا، هل أنه هو مصري وأتينا به إلى ليبيا لكي يسمي نفسه إخوان المسلمين؟ هل نقول بأن رشد الغنوشي مثلا ولكن هل هناك قرار بإشكالية التسمية؟ أعطني فرصة. التسمية هنالك نقاش عام في الساحة السياسية والفكرية أن هذه التسمية ربما كان من الأفضل ومن الأحسن أنه ليست من المقدسات، وأن الناس تستعيض عنها بأسماء أخرى. لذلك مثلا في تونس سميت حركة النهضة، في الجزائر سموا حركة النهضة وحركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم، والآن العدالة والبناء تبع الشيخ نحناح، ولا جبهة التغيير تبع الناصرة والجماعة، أو العدالة والتنمية في المغرب أو غيرها. فالتسمية ليست بذلك يعني بشكل الحرفي المقدس الذي لا يجب التجاوز عنه. لذلك لا يمكن مثلا في ليبيا التزموا بالإخوان المسلمين بهذه التسمية، لأنهم يعتقدون بأن هذه التسمية لا تحدث مشاكل كبيرة في الساحة الليبية ولا تفرق بين الليبيين. هل هذا هو الذي دفع مثلا الإخوان في مصر إلى إنشاء
جناح سياسي الذي حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المصرية. حتى الآن إخوان ليبيا ستبقى حركة الإخوان المسلمين كحركة أو كجمعية خيرية تقوم بنشاطات الخيرية، بينما الحزب سمي حزب العدالة والبناء وشكل مع شخصيات أخرى ومع تيارات ربما إسلامية. ربما نحن الآن عندما تقول لي لماذا لجأ الإخوان أو لماذا اهتدى الإخوان المسلمون إلى تأسيس حزب سياسي وميزوا بين هذا الحزب السياسي وبين جماعة الإخوان المسلمين، ويقولون بأن هذا هو حزب سياسي مدني يستطيع أن يجتهد، والأحزاب السياسية ممكن أن تجتهد وتخطئ، بينما نحن الإخوان المسلمين تبقى مرجعية كبيرة ينضم إليها البصريون أينما كانوا. هذه ربما تأتي في سياق فهم لطبيعة المرحلة السياسية، وهي مرحلة ما زالت فيها عوامل غموض كثيرة، وما زال الإسلاميون غير قادرين على تمييز الخطوات الواجب اتخاذها للتعاطي مع المرحلة الحديثة، مرحلة ما يسمى بالثورات العربية الكبيرة هذه. في اعتقادك لماذا حققت هذه الأحزاب في خضم هذا الربيع العربي سواء في مصر سواء في تونس، البلدين اللذان شهدا ثورة شعبية، ولكن حتى أيضا في المغرب، لماذا في اعتقادك حققت الأحزاب التي توضع ضمن خانة الإخوان المسلمين هذه النتائج في هذه الانتخابات؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن هذه المنطقة كما قلت لك هي منطقة الإسلام فيها أصيل. هذه المنطقة ترى في أن الإسلام هو مدخل للعدالة، وهو مدخل لوقف الفساد، وهو مدخل لإنصاف المظلومين، ولذلك هم يبحثون عن العدل وعن المساواة وعن الكرامة. الكرامة والعدل والمساواة موجودة في الإسلام، ويعتقدون بأن أقرب الناس إلى هؤلاء إلى هذه المعاني هم الإسلاميون، بدليل أن التيارات الأخرى كلها تقريبا مارست الحكم في العقود المنصرمة من الاستقلال بين ظفرين العربي، ولم تستطع أن تحقق لهم شيء ولم تنجز لهم شيئا. هم يعتقدون بأن هؤلاء الذين دخلوا الحكم مجددا ودخلوها من مداخل الإيمان بالله وباليوم الآخر، وأيضا من مداخل المساجد ومن مداخل شعارات الناس الكبرى وهي الحفاظ على الهوية، يعتقدون أن هؤلاء الناس هم أقدروا التيارات على تحقيق مطالبهم في العدل والكرامة والمساواة. هناك ولكن هناك من يرى أن هناك جانب مهم أيضا، هناك هذه الحركة، حركة الإخوان المسلمين ربما معروفة أيضا، ربما سبب نجاحها بين قوسين هو أيضا براغماتيتها واستعدادها إلى اللعب تكتيكيا مع الحكام ومع التغيرات. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي يتحدث عن البراغماتية وعن الانتهازية وعن الوصولية، وعن يعني هو يدخل من هذا الباب أنهم باب براغماتيون وأنهم انتهازيون، هو كلام في الحقيقة فيه كثير من الـ من الـ من الـ من يعني من عدم الدقة. الحقيقة أن الذي جرى في الانتخابات التي جرت في تونس والتي جرت في المغرب والتي ستجري في ليبيا والتي ستجري في الجزائر، هذه كلها شعوب طامحة إلى أن تكون شعوب تحكم نفسها بنفسها، ويعتقدون بأن هؤلاء الإسلاميين الذين انبثقوا وولدوا وترعرعوا وتربوا في أحضان يعني مساجد وأحضان الجامعات الإسلامية، يعتقدون بأن هؤلاء هم أقرب الناس تعبيرا عنهم، ولذلك أعطوهم هذه الثقة ويأملون في أن يحققوا نقلة نوعية باتجاه مزيد من الحريات، باتجاه مزيد من العدل، من التنمية. نحن نعرف مثلا أن في تونس والمغرب مثلا هناك شظف عيش، هناك فقر، هناك معاناة، هناك بطالة، لكن مع ذلك الناس اختاروا هؤلاء لأن هؤلاء يعتقدوا أن هؤلاء هم الأقرب وهم الأقصد. ولذلك لا 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 أعتقد بأن مصطلح البراغماتية والانتهازية مصطلح دقيق هنا، وأعتقد أنه على الإسلاميين أنفسهم ذاتهم أن يتبرؤوا من هذا المصطلح، لأنه لا يمكن الحديث عن براغماتية أو انتهازية في الإسلام ولا حتى في العمل السياسي المنسوب إلى الإسلام. عادل الحمدي يبقى معنا لو تكرمت. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر حميد العياشي، مدير تحرير أو مدير نشر صحيفة الجزائر نيوز، والكاتب الجزائري المعروف، مؤلف كتاب مشهور منع في الجزائر صادرته السلطة في التسعينات، الإسلاميون بين السلطة والرصاص. حميد العياشي، ماذا أي عنوان يمكن وضعه، ربما ما موقع الإخوان المسلمين من الإعراب في الجزائر؟ موقف الإخوان المسلمين؟ نعم. ألو؟ نعم. نسمعك حميد. السؤال من فضلك، تعيد السؤال. حميد، كنت أسأل في اعتقادك كيف يمكن أن نعرب بين قوسين الإخوان المسلمين في تيار الإخوان المسلمين في الجزائر؟ يعني كيف يمكن نعرف أن نعرب، يعني ما موقعهم من الإعراب، ماذا يمكن أن نقول باختصار؟
شو اذا فهمت السؤال كيفاش نسمع الصوت مليح، هو اذا نتكلم على الاخوان المسلمين في الجزائر اليوم، اولا تاريخيا يعني تاريخيا الاخوان الجزائر تعرف معروف انها كانت يعني يمثل التيار الاممي اذا جاز التعبير، وهو كلمة الراحل المرحوم الشيخ محفوظ النحنح. لكن الان اذا نتكلم على الاخوان المسلمين في الجزائر في الحقيقه نتكلم على فوسيفساء نوع من تاويل الاسلام السياسي محليا، وهذا الشيء الاول. الحاجه الثانيه اذا نتكلم على الاخوان المسلمين فان نتكلم اساسا على مجاز، لان خصوصيه الحركه الاخوانيه في الجزائر هي ترتكز اساسا على مرجعيات محليه بدءا من عبد الحميد بن بديش وما تلاه من تجربه جمعيه القيم، وايضا تجربه الجماعات اللي يعني كانت في الصعيد، مثلا مجلس الشورى او ما كان يسموه او ما سميوا فيما بعد بتيار الجزائر. فاذا هنا يعني اذا نقارن يعني من حيث الاداء الان نشوف بالنسبة للعائلات التي تفرعت عن الإخوان المسلمين المحليين الأم نشوف تأثيرات كثير في المقاربات وفي التعاطي مع السياسة وفي الأداء. طيب في التعاطي مع السياسة هناك حزب حمص الذي هو رب وريث ما ربما ما سميته أنت التيار الأمل الأممي، يعني الذي كان يسير ضمن يتحرك ضمن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفي فترة كان يتردد بأنه كان يتلقى حتى لا نقول كان يتشاور على الأقل في إطار هذا التنظيم العالمي، بينما رأى البعض أنه يتلقى تعليمات بين قوسين من هذا التنظيم العالمي. هناك حمص التي شاركت مع السلطة ثم الآن في التحالف الرئاسي ثم الآن انسحبت من السلطة وتخوت الانتخابات المقبلة ضمن تكتل إسلامي مع حزبين آخرين ربما يصنفان هي أيضا ضمن الإخوان المسلمين. في اعتقادك أي نتائج، ما هي ربما نتائج المتوقعة، ماذا يمكن أن يحقق الإخوان المسلمون طبعا إلى جانب جاب الله الذي يحسب على الإخوان المسلمين، إلى جانب أيضا النصر الذي يحسب على الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة؟ أولا بالنسبة النتائج المتوقعة هو أكيد أن سوف يكون حضور وحضور للتيار الإسلامي، خاصة في غياب التيار ما يمكن أن نسميه التيار الإسلامي الراديكالي الشعبوي اللي كان في التسعينات. اليوم ما عندناش يعني كيقولوا الصبر على حقيقي حتى نتعرف عن قرب عن هذه القوى التي تعبر عن الاغلبيات الاسلاميه الصامته. الان فقط بالنسبه لحمص هو اكيد انه سيستفاد اولا من شبكته التي اسسها وكونها خلال 15 سنه الاخيره و20 سنه الاخيره، هذا الشيء الاول. ونقول الشبكه اولا داخل الإدارة، داخل القنوات مثلا الإدارية، اثنين حول بروز أيضا فئة جديدة وهي الفئة التي أصبحت لديها مصالح مادية وأصبح عندها أيضا رجال أعمالها الخاصين، يعني في هذا، إذا هذا سيلعب لصالح بشكل عام التيار الإسلامي الإخواني مجازا. الآن فقط غادي نلاحظ شيء، أن مثلا تنظيم الناصر الآن هو في الحقيقة الجيل الجديد الذي كان ممتعدا على خط حمص هو الذي انسحب الان من حمص، وهذا سوف يضعف حمص الام، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني بالنسبه لتنظيم عبد المجيد المنصره فيه ايضا يعني العنصر النسوي، والعنصر النسوي هو الذي انسحب من حمص، وهذا العنصر النسوي هو عنصر مؤثر وعنصر صاحب كفاءه براغماتيه يعني في هذا المجال. وانا فقط قلت الان وان سمحت الى ان الاسلام ما عندوش علاقه مع البراغماتيه، اولا لا، يجب ان نميز بين الاسلام وبين الناشطين الذين يريدون تاويل الاسلام سياسيا، اذا هناك خط
يجب ان ندير فاصل بين الاسلام كدين وبين الممارسين الذين يريدون ان يعتمدون على مرجعيه اسلاميه، وهذه المرجعيه فيها تاويل وفيها اجتهاد، يمكن على كل على خطا ويمكن على صواب. اذا نحن في قلب العمل السياسي اساسا يعني في هذا المجال. اذا نقول ان حضور يعني نشوف باللي حضور الحزب مثلا المناصره غادي تكون عنده حدود لافته للنظر، هذا الاول، وليس فقط انطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعيه، لكن ما هو اهم وهو ما بعد النتائج الانتخابيه، يعني ما بعد الانتخابيه فهو الذي فرصه في الصعود، في حين ان حمص الان معرضه الى تمزقات داخليه ومعرضه ايضا لنزاعات التي يمكن اذا حققت حركه مناصره نتائج مرضيه يكون بالانعكاس عليها سلبا. اما بالنسبه لي جاب الله، فأنا أظن جاب الله لم يعمل على رسمنة تجربته الماضية، فهو لازال يعتمد على الكاريزما، والدليل على ذلك أن عشية انطلاق المؤتمر كانت هناك نزاعات. الشيء الثاني بالنسبة لجاب الله فهو يريد أيضا أن يهمش دور المؤسسة، وهو لا يعاكس تجربة الدين مثلا المناصرة. الشيء الثالث بالنسبة لجاب الله أيضا أنه إذا كان هناك عنده وجود سيكون وجوده أساسا جهوي، وهو في المنطقة الشرقية يعني في المنطقة الشرقية، ولا أعتقد أنه يكون يعني يكون له تواجد في المراكز الأخرى للبلاد، سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الغرب في هذا. لكن خلاصة أقول أن من يمكن أن نسميه الآن بتيار الإخوان المسلمين في الجزائر، لا اتوقع انه سوف يخطو خطوه نوعيه، لان سيتقاسم وسيتنازع نفس وعاء الاسلامي، هذا الشيء الاول. والشيء الثاني بالنسبه للوعاء للقوى الاسلاميه او بين قوسين التي تريد ان تقدم نفسها كمثلا قوه سياسيه معتدله، انها في حاجه الى تجديد خطابها، هذا الشيء الأول، تجديد خطابها، لأنها إلى حد الآن لم تتخلص من الشكل التقليدي للخطاب الإخواني العربي. حميد العياشي مدير صحيفة الجزائر نيوز من الجزائر، شكرا جزيلا لك. عادل حمدي، استمعت إلى كلام حميد العياشي. طبعا الجزائر مقبلة على انتخابات، والإخوان المسلمون باختلاف ربما أجنداتهم بين قوسين، ربما ملونون إيديولوجيا بين قوسين إخوان المسلمين، ولكن يختلفون. جاب الله نهى بنفسه عن التكتل الثلاثة أحزاب محسوبة على وقال بأنها أحزاب منبطحة معروفة بانبطاحها أمام السلطة. نعم، يعني طبعا بالنسبة للنموذج الجزائري أنا هناك نقطة أشير إليها، النقطة الأولى متصلة بحق سؤال جوهري وحقيقي. نحن مثلا في الدستور الجزائري، البند الأول في الدستور الجزائري ماذا يقول؟ أن الجزائر دولة عربية، دينها لغتها العربية ودينها الإسلام، بمعنى نحن نتحدث عن دولة إسلامية، والدليل هو البند الأول من الدستور. لماذا إذن سؤال جوهري، لماذا إذن نحتاج إلى حركات إسلامية حتى تعيد الجزائر إلى دينها وإلى إسلامها؟ هنا هذا السؤال يحتاج إلى جواب. هل كانت الحكومات السابقة منذ عهد الاستقلال لم تكن تسير على الطريق المستقيم؟ أي هل كانت مبتعدة عن الإسلام؟ هل هي خارجة عن الإسلام؟ بالسؤال هذا السؤال يحتاج إلى جواب. النقطة الثانية التي أريد أن أشير فيها سؤال مهم، هناك من يرى أنه حركة الإخوان المسلمين في الحقيقة ولدت كحركة إصلاحية، يعني لتربية الناس ولتثقيفهم وتعريفهم بالإسلام. لماذا في اعتقادك، ما دام أن هناك الحاجة والتعطش لهذا الإسلام، لماذا في اعتقادك ملاحظ الآن تهافت بين قوسين التيارات المحسوبة على الإخوان المسلمين، على خلاف ربما حركات الصوفية مثلا على السياسة بدلا من الاهتمام بالجانب التربوي، أو في أقصى الحالات خلق جناحين، جناح سياسي وجناح خيري يعني وتربوي؟ حتى يعني أنا قلت لك منذ البداية، قلت لك بأن الإخوان المسلمين وأن الإسلاميين عامة وقادة العمل الإسلامي لا يعتقدون بأن هنالك تمييزا بين الديني والسياسي، أو بين الشأن الدنيوي اليومي المعاش وبين الشأن الديني، اللي هو أصلا أتى ليوضح ويحدد معالم هذه الحياة وطبيعتها والحدود الضابطة لها. هم
يعتقدون وهذا اعتقاد لدى غالبية المسلمين بأن التمييز بين الديني والسياسي هو تمييز تعسفي ولا أساس له من الصحة في شيء. وعندما يتحدثون اليوم عن أنهم يريدون، ولكن هناك من يصر أيضا الجانب الإقصائي وربما وحتى اختطاف بين قوسين الدين دين الجميع، وأن تسمي نفسك حركة إخوان المسلمين بينما الآخرون وتتقولب إيديولوجيا وتتخندق وتكون عندك شبكات، ألا تعتقد أن هذا أيضا يثير إشكالات؟ يعني لماذا تصر حركة أو أشخاص على تسمية أنفسهم بإخوان المسلمين؟ هل الباقي غير مسلمين؟ أسمع منك عادل حمدي الجواب بعد فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي، يأتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نناقش فيه الإخوان المسلمون في المنطقة المغاربية قراءة في ما وراء التسميات والعناوين. معنا في الاستوديو عادل الحمدي محرر الشؤون العربية في وكالة قدس براس. عادل الحمدي، سألتك سؤالا ما جوابك عليه؟ استاذ جمال، الحديث عن ان هنالك كثير من التسميات والمصطلحات التي ذكرتها في سؤالك وتحتاج حقيقه منك انت الى مراجعه عندما تتحدث عن ان هنالك شبكات وهنالك نوع هناك من يقول انه هناك من يصر، لا هذا ليس رايي، هذا راي المراقبين الذين درسوا الذين بحثوا الذين اصدروا كتب في الموضوع، يقولون بانه ربما ايضا سبب نجاح الاخوان المسلمين هو انهم فيه تكاتف، فيه شبكات، فيه براغماتية. يعني هذا الكلام ليس اختراعا، بدون أن نعطي غموض وأسئلة غامضة وحديث عن شبكات وعن هذا ما قاله حميد العياشي مثلا. نعم، لا وعن شبكات وعن إيديولوجيا وعن مش عارف إيش. أنا قلت لك ببساطة كبيرة جدا، يعني مثلا عندما يأتي أمي في الجزائر يعرف أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو شرط نجاته في الدنيا وفي الآخرة، ويجد أن عبد الله جاب الله عندما يأتي له ويقول له إنني أعدك بأنني سوف أعمل على دعم المساجد ودعم الدين وتحقيق العدل وتحقيق كل ما يساعد الجزائري على تحقيق كرامته، فما هل تريده أن يترك عبد الله جبل هذا الذي يدعو إلى فطرته ويذهب إلى منافس له آخر يقول له بأنني أنا مؤمن بالحرية الأفكار وأنه هنالك حوار ثقافات وأن من حقي الذي يريد أن يذهب إلى الحانات وإلى المراقص الليلية أن يذهب كما يشاء وأن الجزائر مفتوحة على كل فهذا هذه هنالك نحن نتحدث عن مجتمعات عربية إسلامية هي مسلمة بالفطرة وهي 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 عامة شعوب تتجه نحو التدين. الحديث عن شبكات هو في الحقيقة كان سابقا في 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 فترة الديكتاتوريات المنهارة التي تتهاوى الواحد تلو الآخر، وهي ناتجة عن تقارير أمنية وكثير ما يقولها خصوم فكريون. طب ولكن في الجزائر، من أجل التحريض، اسمح لي، من أجل التحريض على الإسلاميين وشيطنتهم وإبرازهم كما لو أنهم هؤلاء هم الفرقة الناجية بينما الآخرون هم الفرقة. في الجزائر تحديدا عادل حمدي، أنت مراقب قبل في الانتخابات 92 حتى حركة الإخوان المسلمين لم تشارك سياسيا، يعني حتى الشيخ نحناح لم تكن تتبلور سياسيا المشاركة. الذي فاز تيار لا يحسب على الإخوان المسلمين، نعم، جبهة الإسلامية للإنقاذ. نعم. ثم هناك من يرى بأن الإخوان المسلمين من الذين كنت ترى بتقول بأن الجزائر الذي ينحاز انتخابين الإسلام، يرى الإسلاميون من الذين فازوا من الفيس مثلا أنهم انزاحوا مع السلطة، مشوا مع السلطة وتخلوا عن إخوانهم بقوسين الإسلاميين من الفيس. ما هذه مشكلة، يعني مثلا عند سوف أخذ هذا تاريخيا صحيح ولا لا؟ سوف نأخذ هذا النموذج تحديدا، نموذج الجزائر والانتخابات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي التيار الشعبي العام وقتها الذي عبر على تطلعات الشعب الجزائري والذي كاد أو كان يدق أبواب القصر المرادية بالأغلبية المريحة التي تتيح له بأن يشكل حكومة لوحده ويطبق أو ينفذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناخبين الجزائريين. جاءت التيارات المخاصمة أو المخالفة أو المغايرة وانقلبت على هذه النتائج. وجد تيار من الإسلاميين، جزء من الإسلاميين، رأى بأن هذه الموجة موجة عاتية ورأى بأن هذه الأدوات التي تضرب بها الحركة الإسلامية ويضرب بها التيار الإسلامي ويضرب بها التوجه الذي يربط الجزائر بهويتها العربية والإسلامية هي أداة أمنية ضاربة لهم الجيش،
لهم الداخلية، الأمن بكل، لهم وزارة المالية، لهم الإعلام بالكامل، لهم الأرض، لهم السماء، لهم الفضاء، لهم كل ما هو من مصادر القوة. فرأوا بأن الأسلم حتى لا يكون، حتى لا لا لا, لا تسقط الجزائر في 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 حرب وفي بحار بالدماء، رأوا بأن الأسلم أن نحافظ على جزء من الجزائريين حتى يحافظوا على التوجه العام للجزائر وعلى علاقة الجزائر بالإسلام. هؤلاء اجتهدوا، وهذا يمثل اجتهاد يمثله الشيخ النحنا، لكن هناك اختلاف حقيقي ولا لا في الجزائر حتى في صفوف الإسلاميين الآن هناك اختلاف أكيد. دعني أطرح هذا السؤال على سيد زين الدين طبال القيادي في حركة مجتمع سلم من الجزائر. سيد زين الدين، بداية ما تعليقك على تصريح عبد الله جبلة لصحيفة الخبر اليوم؟ يقول أنه يعتبر التكتل الذي يضم حزبكم حزب حمص والإصلاح والنهضة تكتل أحزاب معروفة بانبطاحها أمام السلطة. شكرا لكم على الاستضافة. أولا يعني أنا لا أعلق على هذا الكلام. نحن دخلنا في هذا التكتل الإسلامي عن قناعة باعتبارنا يعني الساحة الجزائرية معروفة بتشتت أطراف التيار الإسلامي، ولما طرحت علينا مبادرة حاول أن تجمع هذا الشتات على أرضية جديدة وبرؤية مستقبلية، فنحن تجاوبنا معها لأننا نعتبر أننا لما نساهم في توحيد التيار الإسلامي في الجزائر فإننا نتفاعل مع ما هو موجود في المنطقة العربية وما هو موجود في المغرب العربي، ونحاول أن نصنع بديل بأن نتوافق كتيارات إسلامية وكأحزاب إسلامية على حد أدنى حتى نكون بديل من البدائل المطروحة. طيب. هذا هو الشيء الذي دفعنا لأن نساهم في هذا التكتل، والتكتل هو تجربة لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ السبعينات، كانت محاولة عديدة لجمع التيار الإسلامي، واليوم شهدنا بوادر لنجاح مثل هذه التجربة، ونحن نعتقد أن هذه البداية حسنة ويمكن أن يعني تتطور وتنمو في المستقبل لتعطي نظرة جديدة عن التيار الإسلامي في الجزائر الذي أعطى صورة سلبية بالانشقاقات وبالتشرذم وبخروج الأحزاب من الأحزاب وهكذا. طيب، ولكن هناك من يتحدث أيضا عن جانب آخر ربما خفي في الموضوع. حميد العياشي كان يتحدث عن انشقاقات، يتحدث عن ربما استغلال مناصرة الذي انشق عن حزبكم وأسس جبهة التغيير ربما للانتخابات المقبلة لتحقيق نتائج كبيرة، خاصة مع ما اعتبر ربما بين قوسين حالة من لا أجرؤ ربما على استعمال تعبير مبالغ فيه، يعني على أساس على خلفية ربما ما اعتبر مشاركة حزبكم في التحالف الرئاسي والذي ربما أثر على صورة حمص كحزب إسلامي بين قوسين إخواني. يا أخي الكريم، احنا شاركنا في ظروف معروفة لدى الجميع، احنا شاركنا لما كانت الجزائر مهددة في كيانها، والشيخ محفوظ رحمة الله عليه اجتهد هذا الاجتهاد، واليوم كثير من الناس يتحدثون عن المشاركة حتى من الأطراف تاع الإسلاميين، والشيخ محفوظ صنع تجربة في الجزائر بأن جعل من الحركة الإسلامية شريك. صحيح ناس كثيرين ينتقدوننا، ولكن هذا الناس أين كانوا في التسعينات؟ كثير من الناس في التسعينات كانوا يراهنون على التدخل الأجنبي على بعض القضايا التي يرفضها المجتمع الجزائري. نحن قررنا أن نبقى في الجزائر وضحينا، هناك قيادات يعني استشهدت في الجزائر من الحركة على غرار الشيخ سليماني رحمة الله عليه، وكان عندنا اجتهاد سياسي شاركنا. صحيح أن كل من يشارك في الحكومة يعني يتأثر كما هو موجود في كل الدول، ولكن نحن اليوم يعني هذا الملاحظين على غرار حميدة عياشي وغيره من الصحفيين، يعني ما تفعله الحركة الإسلامية لا تعجبه. لو دخلت بوحدها يقول دخلوا متفرقين وعندهم زعامات ولا يلتقون وكلهم متشذمون. طيب، صنعنا تجربة جديدة بالتوحيد، هذا لا يعجبهم. فأنا أتساءل يعني الآن يعني احنا واش نفعل، ماذا نفعل حتى نعجبهم؟ هؤلاء طيب، بعضهم علمانيون وبعضهم لا يريد الخير للتيار الإسلامي. نحن طرحنا تجربة بكل صدق، نريد
وهي مفتوحه للجميع. بعضهم قال هذا تكتيك، احنا بدانا في هذا التكتل هو استجابه لمجموعه من الرجالات الحركه الاسلاميه المعروفين، وهي مبادره التكتل الاسلامي، يعني استجبنا لها وفتحنا قلوبنا وابوابنا وفتحنا عقولنا لكي نسير في هذا المسار. واليوم المسار هذا بدا ينضج، ودعنا نصنع تجربه تكون يعني بدايه لربما تجربه اوسع ان شاء الله. سؤال اخير زين الدين طبال، هل تتفق مع تصريح جبر الله عندما او بالاحرى بوجرة سلطاني عندما هنأ رئيس جبهه التغيير عبد المجيد مناصر الذي انشق عنه بعباءه الاخوان المسلمين في الجزائر؟ ماذا قال جبر؟ قال هنأ مناصر على اعتبار انه ممثل الاخوان، بين قوس بكلام اخر تم ممثل الاخوان المسلمين في الجزائر. طبعا انت تعرف الجدل المثار حول ما اذا كانت اجنده حمص، وهذا الجدل اثير جزائريه محضه انها تتبع اجنده التنظيم العالمي للاخوان المسلمين. هذا كلام مطروح ونوقش في الجزائر، اليس كذلك؟ يا اخي نحن شوف في هذا الموضوع، احنا حركه مجتمع السلم حركه جزائريه، نحن نمثل مدرسة الاعتدال والوسطية، ويعني معروف فكرها وفكر الشيخ محفوظ نحناح لدى الجميع. واليوم يعني نحن ما زلنا نمثل هذا الفكر وهذا التوجه وهذا التيار، ويعني نحن لا نريد أن ندخل في هذا الجدل، لأننا نعتبر هناك قضايا أكبر وأكثر أهمية من هذا الموضوع، وبالتالي نحن يعني نعمل من أجل أن يكون التيار الإسلامي في الجزائر، أقول التيار الإسلامي لا أقول حركة مجتمع السلم، نعمل من أجل يكون التيار الإسلامي يكون له صوته خاصة في المرحلة القادمة التي سيعدل فيها الدستور. فنحن نعتقد أن التيار الإسلامي عليه أن يتحمل مسؤوليته في أن يكون يعني لا يكون مهمشا في المرحلة المقبلة، وأن يكون له صوته في تحديد مستقبل الجزائر. والتيار الإسلامي في الجزائر تيار أصيل، هو جزء من هذا المجتمع وله تاريخه، وبالتالي هذه القضايا هي التي تهمنا في هذه المرحلة. زين الدين طبال القيادي في حركة مجتمع السلم من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أعود إلى عادل الحمدي. طبعا هناك أيضا جانب الخارجي في الموضوع، هناك من يصر من المعلقين أيضا والمحللين بأن الإخوان المسلمين هم ربما هم التيار الإسلامي، خاصة بعد هجمات 11 من سبتمبر، وهناك من يذهب حتى قبل ذلك، الأكثر قبولا لدى الغرب، لدى العواصم الغربية المؤثرة في المنطقة. نعم. ما رأيك في هذا الكلام؟ قبل أن أجيبك عن هذا السؤال الخارجي، دعني فقط أعلق على ما قاله الأستاذ زين الدين طبال وما قاله أيضا أحمد عياشي، وأيضا ما تقوله أنت في موضوع الجزائر تحديدا وموضوع التيار الإسلامي في الجزائر والتكتل أو التحالف الإسلامي. يعني علينا دائما عندما نتحدث عن التكتل الإسلامي وعن أحزاب سياسية يمثلها أشخاص، علينا أن ننسن هذه الأحزاب الذين تحدثوا عن تكتل. تعلم بأن حمص والإصلاح والنهضة، الإصلاح والنهضة هم أصلا هم عاد يعني من ناحية تاريخية يعودون للشيخ جبر الله. نعم. الشيخ جبر الله له علاقة حميمية، كما هذا هو يتحدث عن أبناء عقين. الشيخ جبر الله عندما يتحدث عن وحتى عن صاحب عن المبادرة قال بأنه أحد تلامذته. أي السيد. نعم. جرافة. أي. الذي. أي. الذي كان وراء مبادرة. نعم. الإصلاح والنهضة. الإصلاح والنهضة هما بمثابة الابن العاق لجبر الله، وبالتالي جبر الله نحن نتفهم هذا الموقف أنه ينتقد هذا من منطلق أبوة، من منطلق الأبوة، وأنه ينظر كما لو أن هؤلاء يعني نكثوا عهدهم في أوقات خلت، وأنهم الآن ربما أنه. ولكن هناك هو يشير إلى نقطة مهمة، يشير إلى أنها أحزاب عرفت بانبطاحها أمام السلطة، ويشير بشكل خاص إلى غريمه السياسي يعني أبو جرة السلطاني وإلى حمص ومشاركتها في السلطة. وهذه النقطة الثانية أريد أن أشير إليها، وأرجو أن تعطيني بعض الوقت حتى أوضح الفكرة. من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ليس من صداقته بد. نحن نتحدث عن حركات إسلامية وعن رموز إسلامية بأحجام كبيرة، وربما نقرأ لها ونتحدث عن تصريحات ربما كبيرة لها، لكننا عندما نتحدث
عن حقائق الأمور وعن جهات رسمية موجودة في الدولة تتحكم في الخارطة السياسية وتحاول أن تصنع أحزاب من عندياتها بدعم رسمي وبدعم خفي، تتحدث عن أحزاب وعن تكتلات ربما لخدمة أجندة معينة ولتشتيت الساحة السياسية وتشتيت الساحة الإسلامية وضرب وحدة الصف الإسلامي. نحن نتحدث عن ابتلاء حقيقي للتيار الإسلامي في الجزائر، نتحدث عن ابتلاء حقيقي أيضا للتيار الإسلامي في المنطقة العربية والمنطقة العالمية. وهذه السؤال الإجابة حول سؤالك الثاني فيما يتصل بالتوجه الدولي، لأنه كما يعني يقولون بعبارة بسيطة أنه الإدارة الأمريكية والغرب أعطى الضوء الأخضر للإسلاميين بأن يعملوا في العمل السياسي، وأنه الآن ترفع الحظر الذي كان مفروض على الحركات الإسلامية، وأنهم الآن يخوضون الانتخابات مثلهم مثل غيرهم وأقل ضررا من القاعدة مثلا والتيارات التكفيرية أكبر قبولا. ولما لا نستقبل رموز الحركة الإسلامية في أمريكا ونزيل العوائق التي كانت تحول بينهم. ها والشيخ راشد أتى إلى أمريكا وهو يحاضر، ونحن نتحدث عن الإسلاميين الآن في السلطة. هذه هي النقطة المهمة وهي النقطة الخطيرة التي يجب أن الناس يبحثوا عنها ويتحدثوا فيها، وربما يخطط. نحن نتحدث عن حاجة التيار الإسلامي وتحديدا قادة الإخوان المسلمين الذين يمثلون رأس الرمح الآن في التيار الإسلامي، أن يتحدثوا عن عباقرة يستطيعوا أن يصنعوا سياسات جديدة تتوائم وتحديات المرحلة الجديدة، وهي تحديات تفرضها القوى الضاغطة، القوى الغربية الصاعدة وهي الزاحفة باتجاه إعادة الهيمنة على المنطقة العربية للأسف الشديد. طبعا عادل الحمدي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر أيضا عثمان لحيان الصحفي الجزائري. عثمان، باختصار لو تكرمت الوقت يداهمنا، سؤال سريع، ما هي في اعتقادك حدود الإخوان المسلمين؟ طبعا الأحزاب الإسلامية التي ستخوض الانتخابات المقبلة كلها تصنف ضمن خانة الإخوان المسلمين، ما تلمسه من الشارع الجزائري طبعا إلى جانب تحدي العزوف عن الانتخابات، هل في اعتقادك سيكون لهؤلاء الإخوان المسلمين بتعدد الأحزاب فرص في الانتخابات المقبلة، فرص كبيرة؟ شكرا لك، شكرا لجمال. أولا بداية يجب أن يعرف المشاهد الكريم أنه أن جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر في يعني حالة متفردة مقارنة مع الدول الأخرى. الإخوان المسلمين في الجزائر جماعة غير معلنة، يعني ليس لدينا مثل ليبيا أو من مصر أو دول أخرى جماعة موجودة ومعلنة ويعرف المراقب العام. الجماعة في الجزائر ليست موجودة بهذه الصورة. الأحزاب يعني هناك أحزاب سياسية لها ارتباطات عضوية وتنظيمية بحركة الإخوان المسلمين، ممثلة في حركة مجتمع السلم وممثلة أيضا في بعض المنظمات الأخرى من جمعية الإرشاد والإصلاح، والآن مثل حزب جبهة التغيير الذي انشق عن حركة حمص. أعود إلى السؤال الرئيسي هو حدود الإسلاميين. أنت تعرف أن وضع الإسلاميين في الجزائر الآن خير وضعهم في كل الدول العربية التي شارت في انتخابات مثل تونس والمغرب ومصر. في الجزائر الإسلاميون فقدوا أبرز ورقة كانت موجودة يتمتع واستغلها الإسلاميون في هذه الدول العربية الأخرى، وهي ورقة الاضطهاد. الإسلاميون في الجزائر لم يكونوا مضطهدين، يعني تحديدا عن تيار الإخواني، التيار الذي وافق على الدخول في العملية السياسية منذ بداية التسعينات وحتى بعد الانقلاب الابيض او توقيف المسار الانتخابي في 98. هؤلاء كانوا يعني وزراء وكانوا في البلديات يسيرون بلديات ويسيرون المجالس البلديه، وبالتالي هم الناخب الجزائري جرب عمليا وعلى على الارض هؤلاء في التسيير الشؤون اليوميه، وبالتالي هذا نقطة. هذا عامل. والعامل الثاني هو التفكك الحاصل الان في قوى التيار الاسلامي وتعددها، قد يضعف من الوعاء الانتخابي ويدفع الناخبين الى طرح كثير من الاسئله عامه اذا كانت هذه الاحزاب فعلا تحمل مشروع اسلامي، واذا كانت تحمل هذا المشروع لماذا هي مفككه بهذه الصوره. لاحظنا في الفترة الأخيرة محاولات للتقارب في سياق تشكيل تكتل إسلامي، لكن في اعتقادي هناك ثلاث أحزاب إسلامية تلعب الدور الأبرز، وهي حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة للشيخ عبد الله جاب الله. هذه الأحزاب هي التي ستحاول أن تقتسم فيما بينها الوعاء الانتخابي للإسلاميين في الجزائر، وفي بحسب توقعاتي وبحسب ما نقوم به من صبر على ومن ممارسة ميدانية
لديهم بعض الحظوظ، يعني ليست حظوظ في الفوز يعني بالمرتبة الأولى في الانتخابات، لأن الظروف ليست متشابهة ومتزامنة مع الدول الأخرى، ولكن لديهم حظوظ في أن يحصلوا على مراكز متقدمة في المرتبة الثالثة أو الرابعة إن تمكنوا وإن أحسنوا إعادة صياغة خطاب الانتخابي، لأنه الآن هذه الأحزاب في مواجهة ناخب جديد، ليس هو الناخب الذي كان يعرف في التسعينات، وناخب جديد لديه القدرة على تحليل الخطاب، ولديه القدرة على التواصل، ولديه القدرة حتى على التأثير على محيطه. وبالتالي عثمان، أعتقد أن هذه عثمان الوقت دهمنا للأسف. عثمان اللحياني الصحفي الجزائري من الجزائر، شكرا جزيلا لك. عادل حمدي في 30 ثانية لو تكرمت. الإخوان المسلمون في المنطقة المغاربية أي أفق؟ طبعا الآن هم أمام التحدي الامتحان، ربما السلطة في المغرب ربما وفي تونس السلطة بيدهم، أي أفق للإخوان المسلمين؟ والحديث عن السلطة بيدهم هذا أمر مشكوك فيه، لأن السلطة ليست بيدهم، هم حقيقة ظاهريا هم كما لو أنهم الذين يقودون الحكم، لكن عمليا في الواقع ليسوا هم كذلك. أنا أعتقد بأن التيار الإسلامي عامة في المغرب العربي الآن أمام ابتلاء حقيقي، وهم يعيشون محطة من محطات المواجهة مع المخططات المعادية للأسف الشديد، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، الأكثر خارجي ولكن بأدوات داخلية. هم الآن خرجوا من المواجهة السابقة إلى مواجهة أخرى قد تكون أكثر شراسة في المستقبل. لا اعتقد بان الامور ربما امتحان عسير في امتحان عسير جدا، لا اعتقد يكرم المرء فيه او يهان. ما هي توقعاتك؟ لا, 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 لا اعتقد انه هذا ابتلاء من ابتلاءات الحكم، وهذا ابتلاء من ابتلاءات المواجهات. اعتقادي بان الامر هذه محطه من محطات المواجهه الجديده. لا اعتقد بانهم سيخسرون كثيرا، لانهم طيله العقود الماضيه خسروا في معارك كثيره. الان ربما يستطيعون ان ينجزوا اذا استطاعوا كما قلت ايجاد قيادات مبدعة وقيادات قادرة على أن تنسجم وتخلق سياسة تتوائم وتطلعات الشعوب العربية، وهي تطلعات بالأساس نحو الكرامة. عادل حمدي محرر الشؤون العربية في وكالة قدس براس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغاربي، مني ومن كل فريق البرنامج أجمل التحايا، إلى اللقاء.